معانا معانا المخرج المخرج محمد فاضل، وهو المكتشف لنور الشريف في القاهرة والناس. ازاي حضرتك استاذ محمد؟ بقال الكبير. الله. البقاء البقاء لله. بقال الله استاذ محمد، وطبعا كلنا حضرنا بدايات التلفزيون المصري والقاهرة والناس، وكان ايه اللي حضرتك لفت اول من نظرك؟ تنبأت بمحمد جابر يعني الشهير بنور الشريف. ايه اللي لفت نظرك في نور الشريف يا استاذ محمد علشان تديله او تديله بطولة لمسلسل في التلفزيون المصري؟ يعني هو نور ما فيش شك انه ربنا عطاله قدر كبير من الموهبة، فكان لابد انه يلفت النظر وهو طالب في المعهد حتى. يعني هو اشتغل معايا اول مرة في دور صغير كده وهو في سنة ثالثة في المعهد لسه، وبعدين بعد كده أول ما اتخرج في 67 اشتغل في القاهرة والناس في دور رئيسي. يمكن ده كان الممثل الوحيد اللي يعني كان متفق عليه والنص والمسلسل بيتألف، يعني مع إن ده مش من عادتي إن أنا أوزع أدوار قبل النص ما يخلص. لكن بالنسبة لنور الشريف بالذات كان في اتفاق بيني وبين المؤلفين على إنه هو ده اللي هيعمل دور البطولة يعني في المسلسل. وتوالد بعد كده بقى حضرتك يمكن قدمته في أعمال بعد كده كتير جدا جدا، وأشهرها يمكن النديم تقريبا يا فندم، لا من النديم ما مش ولا وأعمال كتير. ده هو أستاذ طبعا يحيى علم. اشتغل معايا في فيلم، اول فيلم سينمائي بالنسبه لي اللي هو شقه في وسط البلد، كان هو محمود ياسين. ويعني اكتر ما عمل مسلسل تاني كان في الابيض والاسود برضه اسمه احترق القناع. يعني يعني ربنا يرحمه. هل نور الشريف استاذ محمد من اول ما اكتشفته وهو في ثالثه معهد كان بنفس حب وشغفه للثقافه وللقراءه، ولا ده تطور مع الوقت ومع لا 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 نجوميته؟ نور منه هو طالب حتى، يعني كان لفت نظر لأنه كان يعني ممثل مثقف، ودي مسألة يعني في ممثل مؤدي وممثل مثقف يعني يفهم دوره، وبعدين كمان ممثل ملتزم بقضايا مجتمعه له وجهة نظر سياسية لا يخفيها كثيرا يعني. وده حصل أيام ناجي العالي مثلا طبعا لما عمل الفيلم ده وسبب له متاعب يعني، وتم وكان في مقاطعة له والهجوم عليه، يعني طبعا كانت حملة ضارية جدا. طبعا حتى معظم يعني أدواره يعني بيعمل في المصير ابن رشد مثلا، اه بالظبط، طبعا يعني نور حاجات بيعمل مختلفة وليها وجهة نظر. في الأدوار الدينية بيعمل عمر بن عبد العزيز عمر بن يعني. عبد العزيز، يعني ولما انتج، لما قرر ان هو يخش السينما انتاجا، عمل افلام مميزة جدا. طبعا. لا ومعظم الافلام يعني هو قدم سمير سيف كمخرج في يعني في في اول ضربة شمس فيلم يا له. فندم، نعم ضربة شمس ضربة شمس. ده كان مظبوط. اول كان انتاج نور، وكان اول مرة يخرج مع سمير سيف مثلا. يعني هو عنده الحكاية دي، ما هوش عنده مجرد حاجات كتيرة ممثل جدا. احنا في نقدر نقول عليه هو فنان، طبعا بيستخدم التمثيل للتعبير عن وجهة نظره، احنا فده بنشكر صحيح. حضرتك استاذ محمد، شكرا بشكرك حضرتك وميرسي جدا معانا. وبقال الله.